المشروع الأخير اللي بتكلم عليه مشروع حياة كريمة، واللي حضراتكم كلكم عارفين، كل قرى مصر كانت مهملة لعشرات السنين، وكان حلم عند أي مواطن في الريف المصري بس إنه يعني يسمع إن في صرف صحي هيقترب منه، أو حتى يشرب كوباية مياه نظيفة، أو يلاقي يعني المرافق الأساسية بتاعته بتتطور. إحنا بنتكلم على مشروع هيتجاوز، إحنا كنا مقدرين 700 مليار، لكن تقديراتنا إن إحنا هنتجاوز هذا الرقم، ولكن لا بديل عن الإنفاق في هذا المشروع، لأن إحنا بنتكلم على 60 مليون مواطن مصري بنديلهم حياة آدمية لائقة. بكل المشروعات اللي اتنفذت على الأرض الواقع والصور بتاعتها. كلها منشآت حضارية بقت على الأرض، أهالينا حاسين بيها وشعرين بيها.